مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم واخر واهم الاخبار. تواصل وزاره الصحه والسكان لليوم الثاني على التوالي اطلاق 5 قوافل طبيه ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبيه كافه، وذلك بمحافظات الجيزه والقليوبيه، اسيوط، البحر الاحمر والوادي الجديد. تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فعالياتها لليوم الرابع على التوالي، وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك بهدف رفع الحالة المناعية لهم ووقايتهم من العدوى بفيروس شلل الأطفال. تستهدف الحملة المجانية تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45,000 فريق يضم 90,000 عضوا خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بوزارة الصحة والمديريات والإدارات الصحية. تواصل وزارة الداخلية اليوم منح جميع النزلاء زيارة استثنائية تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحرصا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين. يواجه النادي الأهلي في 7 مساء اليوم منافسه الرجاء المغربي بكأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة، وتأهل الأهلي إلى كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 10، بينما توج الرجاء بلقب كأس الكونفدرالية للمرة 2 في تاريخه. وكذلك تقام في 10:45 مساء اليوم 3 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس كاربو، حيث يواجه فريق ليفربول منافسه ليستر سيتي، ويلتقي فريق برينتفورد مع منافسه تشيلسي، ويواجه فريق توتنهام هوتسبير مع منافسه وستهام يونايتد. إلى هنا انتهت الأخبار، فاصل ونعود لحضراتكم وصباح البلد.